السلام عليكم، معكم إسحاق شبلي. اليوم سوف نتكلم عن مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره الجنوب الإفريقي. شفنا أن المباراة كانت متوازنة بين الفريقين، وشفنا أن المباراة كانت مفتوحة على كلا الطرفين. المنتخب الجنوب الإفريقي يعني لعب بطريقة جيدة هجومية مثل ما عهدناه في الفترة القليلة الماضية. شفنا أنه في الشوط الأول المنتخب الجنوب الإفريقي كان مسيطر بعض أكثر من المنتخب الوطني الجزائري. المنتخب الوطني عارف كيف يدخل في هذا اللقاء، وعارف كيف يباغت أيضا المنتخب الجنوب الإفريقي من خلال تسجيل الهدف الأول من خلال هجمة مرتدة عن طريق اللاعب بنزية. شفنا أنه مباشرة بعد هذا الهدف منتخب جنوب إفريقيا عاد في اللقاء وعرف كيف يخلق مشاكل لدفاع المنتخب الوطني الجزائري. في الشوط الثاني بيتكوفيتش فلاديمير بيتكوفيتش تفطن إلى مشكل الذي كان واقع في وسط الميدان من خلال إقحام اللاعب أحمد قندوسي لاعب كليوباترا وأيضا رامي الزروقي. دخول الثنائي أعطى حرية أكثر للهجوم، حيث كان المنتخب الوطني الجزائري مسيطر في أغلب أوقات الشوط الثاني، والمنتخب جنوب إفريقي اعتمد على الهجمات المرتدة، وهذا الأمر خلق الكثير من المتاعب لدفاع المنتخب الوطني الجزائري. يعني كملخص، المنتخب الوطني الجزائري قدم شوط أول ربما نقول عليه متوسط، أما الشوط الثاني أرى أن المنتخب قدم أداء جيد خصوصا على المستوى الهجومي. الآن هناك معضلة ستكون أمام فلاديمير بيتكوفيتش، وهو إيجاد حل لمنصب حراسة المرمى، حيث شفنا أن الحارس مصطفى زغبة تقريبا من 5 أو 4 تسديدات مقطرة استقبل 3 أهداف. منصب حراسة المرمى أصبح منصب يعني منذ ذهاب مبولحي ونزول مستواه شفنا أنه فيه مشاكل في هذا المنصب، ولم نجد بعد خليفة أساسية أو خليفة يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر في هذا المنصب. شفنا أيضا أنه خط الدفاع أصبح سيكون الورشة الأكبر بالنسبة لفلاديمير بيتكوفيتش، يعني في مباراتين ضد المنتخب البوليفي ومنتخب جنوب إفريقيا استقبلنا 5 أهداف، وهذه حصيلة كبيرة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري. شفنا يعني هذه الحصيلة هي مجرد سلسلة للأهداف التي استقبلناها في الماضي، وهذا الأمر سلبي وسلبي كثيرا. يعني الآن أمام فلاديمير بيتكوفيتش حلول يجب إيجاد الحلول من أجل إيجاد توليفة يعني متوازنة ومتماسكة من أجل عدم استقبال أهداف بتلك الطريقة التي شاهدناها اليوم. هناك أيضا مشكل خط وسط الميدان، شفنا أن نبيل بن طالب ليس باللاعب الذي يقدم نفس الأداء الذي كان يقدمه في نادي ليل. شفنا أن نبيل بن طالب سواء في المباراة الأولى لم اعتمد عليه فلاديمير بيتكوفيتش مع اللاعب الزروقي، شفنا أنه لم يقدم ذلك الأداء المطلوب منه. نفس الشيء في المباراة الثانية، شفنا اليوم أنه اعتمد عليه فلاديمير بيتكوفيتش تقريبا وحيدا كوسط ميدان استرجاعي، ولكن نبيل بن طالب لم يقدم ذلك الأداء الذي كان مطلوب منه أو الذي ننتظره من متوسط ميدان دفاعي. وبالتالي التغييرات التي قام بها فلاديمير بيتكوفيتش من خلال إقحام زروقي وأحمد قندوسي مثل ما قلت أعطى توازن لخط وسط ميدان المنتخب الوطني. وشفنا أنه أيضا قام بتحرير اللاعب حسام عوار الذي لم نشاهده كثيرا في الشوط الأول، ولكن شاهدناه بعض الأحيان في الشوط الثاني. بالمجمل في هذا التربص شفنا أنه العديد من اللاعبين قدموا نقاط إيجابية من خلال تسجيلهم الأهداف أو تقديمهم لأداء جيد. شفنا أنه اللاعب مثلا بنزية الذي كان غائب لمدة 5 سنوات عن المنتخب الوطني حقق سجل 3 أهداف في هذا التربص. شفنا أيضا أنه اللاعب ياسين إبراهيمي العائد للمنتخب الوطني قدم أداء جميل وكان قدم إضافة جميلة. شفنا أيضا أن الجدد في صورة اللاعب قندوسي وفي صورة اللاعب بقرار الذي صحيح أنه لم يسجل لكنه قدم أداء جيد. هنالك يعني بعض اللاعبين أيضا الذين خيبوا في صورة اللاعب مدني لاعب مدافع شباب قسنطينة، يعني لم يقدم ذلك الأداء الذي كنا ننتظره منه. شفنا أنه أيضا اللاعب نبيل بن طالب مثل ما قلت خيب الآمال في هذا التربص وفقد العديد من النقاط في هذا التربص. هناك ربما بعض اللاعبين الذين لم نراهم بشكل جيد في صورة اللاعب حاج موسى، أنه اللاعب يقدم أداء جيد في نادي فيتاس لكنه يمتاز بالأنانية، يعني أنانيته في
اللقاءين والدخول الذي قام به في المباراة الأولى والمباراة الثانية لم يكن بشكل جيد، حيث كان أناني في العديد من الكرات. ربما فلاديمير بيتكوفيتش يعمل على هذا الجانب من أجل تطوير اللعب سواء مع المنتخب الوطني الجزائري، وأيضا هذه الأمور قد تعود إليه بالفائدة عليه بالفائدة في ناديه. كان معكم إسحاق شبلي، والسلام عليكم ورحمة الله.